استعدادات على قدم وساق للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والحكومة تؤكد أنه خارطة طريق جديدة حول مستقبل الاقتصاد المصري. قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون الأزمة الأوكرانية ويتفقون على تعزيز قدرتهم الدفاعية. عكس جميع التوقعات السابقة، ثقة المستهلكين في منطقة اليورو ترتفع في أكتوبر. السادسة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم. مع بدء العد التنازلي للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، تستعد الدولة لخارطة طريق جديدة حول مستقبل الاقتصاد المصري. خارطة طريق تستند على آراء الخبراء والمختصين كل في مجاله، عنوانها المشاركة وقوامها الرؤية العلمية والعملية الخالصة. تنطلق بعد غد الأحد فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 من أكتوبر الجاري، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين. وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن المؤتمر يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، فضلا عن اقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري. كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية. وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة وفقا لثلاثة مسارات أساسية، حيث يشتمل المسار الأول على السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة. We'll be right back.
مؤتمر اقتصادي مقبل. لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتورة هبة عبد المنعم، رئيس المحور الفني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. أهلا بك معنا دكتورة هبة. بداية، خارطة طريق تشاركية لدعم وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات من خلال هذا المؤتمر، الأولويات والمستهدفات، تفضلي. تمام، حضرتك على الاستضافة الكريمة. وزي ما حضرتك أشرتي، هذا المؤتمر يأتي في سياق حرص الحكومة المصرية على صياغة أجندة توافقية لأولويات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وطبعا ده بتكليف من سيادة رئيس الجمهورية. والهدف الأساسي من المؤتمر إنه يكون في قدر كبير جدا من الشفافية والصراحة بين الحكومة وبين عدد كبير جدا من قطاعات المستثمرين والمصدرين والمصنعين وعدد كبير من رجال الأعمال طبعا والمعنيين بالشأن الاقتصادي في مصر بشكل عام والمفكرين وكبار الاقتصاديين. زي ما حضرتك أشرتي، أحد نقاط القوة المتضمنة في المؤتمر هو تكامل مسار الجلسات المتضمنة في المؤتمر في محور بناء السياسات الاقتصادية الكلية. وأيضا هناك اهتمام كبير جدا بمناقشة عدد كبير من الجوانب الخاصة بدعم دور القطاع الخاص المصري في الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة. وطبعا زي ما سيادتك تعلمي، الحكومة المصرية تستهدف حاليا تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاستثمارات المنفذة إلى 65% خلال السنوات المقبلة، وده طبعا من خلال عدد من الخطوات والسياسات المدروسة والتي تستلزم في هذا المقام الاستماع إلى القطاع الخاص ومحاولة الوصول إلى حلول عملية وتدابير وسياسات من شأنها التغلب على كافة المعوقات التي تحول دون قيام القطاع الخاص بالدور المناط به خلال المرحلة المقبلة وفق رؤية تشاركية كما سيادتك تفضلتي. عظيم. طبعا نعم دكتورة هبة، يعني أزمات كثيرة في العالم، تطورات عالمية متلاحقة، إلى أي مدى هذا المؤتمر يمكن أن يخرج بسياسات قوية، سياسات داعمة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة هذه الأزمات والتطورات العالمية؟ جميل جدا يا فندم. زي ما حضرتك اشرتي، هو المؤتمر ياتي انعقاده في مرحله عالميه طبعا بيشهد فيها الاقتصاد العالمي تحديات كبيره جدا. وزي ما حضرتك تعلمي انه توقعات الاقتصاد العالمي للعام المقبل تم تخفيضها من قبل صندوق النقد الدولي الى 2.7. وفي هذا الاطار اعتقد انه كلنا لمسنا ان احد اهم نقاط القوه والايجابيه بالنسبه للاقتصاد المصري هو قدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامه ومرتفعه طبعا تجاوزت 5% خلال السنوات المقبله، على الرغم طبعا ان بعض هذه السنوات كانت شهدت ازمات اقتصاديه عالميه اثرت على كافه الدول. وبالتالي الفكره الاساسيه هو ان المؤتمر بيركز على كيفيه تعزيز مرونه وصلابه الاقتصاد المصري في مواجهه هذه الازمات. طبعا ده بينسجم مع مساق ومسار الاصلاحات الهيكليه التي تتبناها الحكومه المصريه والتي تم الاعلان عنها. وما هو مطلوب الان هو المزيد من انخراط القطاع الخاص في تنفيذ هذه السياسات وتعزيز قدره القطاعات الاقتصاديه طبعا الانتاجيه على انها تكون قادره على مواجهه الازمات اللي سيادتك اشرتي اليها. فده المحور الاهتمام الاساسي بالنسبه للمؤتمر. عظيم، أشكرك شكرا جزيلا دكتورة هبة عبد المنعم، رئيس المحور الفني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. وللمزيد والمتابعة والتفاصيل حول مؤتمر مصر 2022 الاقتصادي، انضم إلينا هاتفين دكتور وليد جبلة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. بعد التحية دكتور وليد. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. دكتور وليد، أيام قليلة تفصلنا عن المؤتمر الاقتصادي الهام، كيف ترى هذا المؤتمر وتوقعاتك له، وكيف يمكن أن ترى احتضان مصر لهذا المؤتمر في هذا الوقت تحديدا؟ هو بالتأكيد المؤتمر في البداية هو توجيه من السيد الرئيس واستجابة لما يتابعه السيد الرئيس من أن هناك قطاعات عديدة في المجتمع لديها مقترحات، وهناك من لديهم مطالبات، هناك مستثمرين لديهم مطالبات، وقطاع خاص لديه طلبات، خبراء اقتصاديين لديهم رؤى ومقترحات. الحكومة قطعت شوطا كبيرا في عملية التنمية وفي مشروع الدولة التنموي، بالتالي فإنه من المهم أن يلتقي الجميع، من المهم الوصول إلى صياغة محددة تضبط المقترحات وتضبط المطالبات مع محددات صناعة القرار الاقتصادي.
فهناك محددات تحكم صناعة القرار الاقتصادي بحيث ينسجم مع استراتيجية الدولة وينسجم مع الظروف الداخلية والخارجية. كل هذا الأمر أتصوره كان الدافع في أن السيد الرئيس يوجه بأن يكون هناك مؤتمرا يجمع الجميع. المؤتمر يتناول كافة القضايا، يتناول كافة الأفكار، يناقشها الخبراء بحيث يكون ينتج عن المؤتمر خطوة التوصيات وإجراءات محددة قابلة للتنفيذ يتم عرضها على السيد الرئيس ويتم عرضها على الشعب أيضا، لأن الشعب يسمع كثيرا، يسمع كثيرا عن أشياء، منها ما هو صالح ومنها ما هو غير صالح. بالتأكيد فإن مناقشة تلك الأمور تعطي صورة شفافة أمام الشعب بحيث أن لا يستمع أو أن لا يعيد أهمية لبعض المقترحات غير قابلة للتنفيذ. أشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد جبال عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، شكرا جزيلا لك. إذن تنطلق الأحد المقبل فعاليات المؤتمر الاقتصادي بمشاركة واسعة من قبل الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين، وفي هذا الإطار نستعرض معكم أبرز الملفات التي ستتناولها جلسات اليوم الأول للمؤتمر. We'll be right back.
جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على حرص الدولة على اختيار الأكفأ والأقدر لشغل الوظيفة العامة في الجهاز الإداري طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال استعراضه لتقرير رئيس جهاز التنظيم والإدارة عن استعدادات بدء الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف معلم، شدد مدبولي على أن مركز تقييم القدرات والمسابقات يظل آلية محوكمة ومنضبطة تضمن تحقيق العدالة والشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، خاصة وأن اختبار المتقدمين للوظائف العامة يتم إلكترونيا دون أي تدخل بشري. ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات في 25 من أكتوبر الجاري انطلاقا من محافظة القليوبية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم نتيجة أزمة الغذاء العالمية بدءا من الشهر القادم. وشدد المركز الإعلامي على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بسعر 5 قروش فقط دون أي زيادات، وهو النظام الذي يستفيد منه 71 مليون مواطن. في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية، شاركت الوزارة ذوي الإعاقة البصرية الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء، وذلك من خلال توزيع عصا بيضاء عليهم بمدارس المكفوفين واستقبالهم في أندية الشرطة. في تقليد سنوي تحرص عليه وزارة الداخلية، وفي إطار دورها الإنساني والمجتمعي في التواصل مع كافة فئات المجتمع، شاركت الوزارة ذوي الإعاقة البصرية الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء. فقد استقبلت أندية الشرطة عددا من طلبة مدارس الأطفال ذوي الإعاقة البصرية رفقة مشرفيهم، وتم تنظيم احتفالية كبيرة لهم وتوزيع عصا بيضاء عليهم. عندي أمل بيكم وبيكم نبني عزيمة وعمل. وتضمنت الاحتفالية رحلة نيلية تخللها الاستمتاع بأجواء مبهجة على صفحة نهر النيل، حيث أثنى الأطفال على اهتمام وزارة الداخلية بهم. أنا موجود في وسط الخلق لي طاولي مجهود، وحظ الحلوكم بينكم وليا وجود. جينا على نادي الشرطة استقبلونا استقبال حلو وركبنا على المركب. هو صراحة يوم حلو وكنا مبسوطين جدا صراحة. أشكر إدارة النادي وأحب أشكر وزارة الداخلية والرئيس. صراحة كان يوم حلو، وتسلموا على المجهودات اللي أنتوا بتعملوها معانا ويعني ربنا يخليكم. بشكر وزارة الداخلية على إنها بتسلم ولادنا العصا البيضاء وعلى الاحتفالية اللي عملتها لهم والرحلة النيلية وعلى توزيع المأكولات والمشروبات والاهتمام بجد بيهم. طبعا ده تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفعلا يا جماعة يوم جميل جدا جدا وحاجة مشرفة، وبنشكركم جدا جدا عليها، ونتمنى ان يستمر التعاون ان شاء الله. ايدك في ايدي في حبنا تبقى جنة، مش بس غنى ده نور جديد بدايته بينا. ومع تواصل الاحتفالات باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء، تم إيفاد مأموريات إلى مدارس الأطفال ذوي الإعاقة البصرية بنطاق عدد من المحافظات، وتم توزيع عصا بيضاء عليهم، والتي تمثل رمزا لقدرة المكفوفين على الاعتماد على أنفسهم وتحقيق حياة مستقلة. وأشاد الأطفال بهذه اللمسة الإنسانية التي تقوم بها وزارة الداخلية كل عام بالاحتفال معهم بهذه المناسبة. العصاية البيضاء ديت هي اللي بتفيدني بالحركة، وأنا بتحرك بيها وأمشي بيها في كل مكان. الدنيا عصاية جديدة وحلوة. أنا سعيدة جدا وكلنا سعداء جدا بزيارتهم دي، وبنشكرهم على كل حاجة بيعملوها لينا، وبنشكرهم كمان على إنهم ما افتكرونا في اليوم ده، ونشكرهم جدا ان هم واقفين جنبنا في كل حاجه، وكمان ان هم ادونا هدايا جميله جدا واسعدونا، فشكرا جدا لوزاره الداخليه. ايدك في ايدي في حبنا تبقى جنه، مش بس غنوه ده نور جديد بدايته بينا.
وبهذه المناسبة فتحت وزارة الداخلية المواقع الشرطية الخدمية أمام الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لاستخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل بالمجان لمدة أسبوع، وهو ما يؤكد على الأبعاد الإنسانية في الاستراتيجية الأمنية والتي تسهم في دعم ومساندة كافة الفئات. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 494 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 117 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 22 طن، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 95 طن. أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 722 قضية، من بينها 181 قضية خبز ناقص الوزن و 191 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 16 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 163 طن. واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلساتها النقاشية حول الحوار الوطني بعدد من المحافظات، حيث تم عقد 3 جلسات نقاشية حول قضايا الحوار الوطني في لقاء مع شباب وأهالي مركز الإبراهيمية وههية بمحافظة الشرقية. استهدفت الجلسات التي نظمتها التنسيقية الاستماع إلى آراء الشباب ومقترحاتهم والتحديات التي تواجههم في إطار قضايا الحوار الوطني واللقاءات الجماهيرية بهدف الاستماع لمشكلات المواطنين والحلول المقترحة لمواجهتها. وفي محافظة البحيرة أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية تضمنت لقاءات متعددة مع مجموعة من أفراد قبائل مركز أبو المطامير، وتطرقت الجلسة لعدد من الموضوعات حول الحوار الوطني وأهدافه وأهمية تفعيل المشاركة المجتمعية. نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي معرضا للأثاث لدعم الفئة الأولى بالرعاية في محافظة الشرقية تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بدعم الأسر الأولى بالرعاية. وجرى تنظيم المعرض بالمجان من قبل جمعية الأرمان لتستفيد به الأسر الأكثر احتياجا بعدة كرة في مركز كفر صقر في محافظة الشرقية. لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأرمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أهلا بك معنا. تحالف وطني للعمل الأهلي، ما هي هذا التحالف وماذا يقدم؟ أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي هو تحالف من 24 جمعية ومؤسسة أهلية، وهي كبرى الجمعيات والمؤسسات الموجودة في جمهورية مصر العربية، بالإضافة للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى الجمهورية. جت الفكرة في شهر فبراير 2022، طبعا بمناسبة أن العام 22 اللي أطلقه سيادة الرئيس هو عام المجتمع المدني. والفكرة جت من خلال أن احنا لازم نشتغل مع بعض، وهي فكرة التشاركية بين هذه المؤسسات وبناء قاعدة بيانات قوية يعتمد عليها أعضاء التحالف الوطني، هدفها عدم تكرار تقديم المساعدات لنفس الأشخاص،
احنا في جمعيه الورمان ومن خلال التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بنقدم جميع الانشطه بالمجان، سواء كانت انشطه صحيه او انشطه تنمويه او انشطه موسميه. بننظم كل اسبوع معرض ملابس او معرض اثاث يوزع مجانا 100% على الاسر الاكثر احتياجا في جميع محافظات الجمهوريه. من الناحيه الطبيه بنقدم قوافل طبيه من خلال التحالف الوطني واعضاء التحالف الوطني بصفه. طيب يعني استاذ محمود، افهم من كلام حضرتك فكره التشاركيه والانتشار على مستوى المحافظات. هنا ارى في الخبر المشاركه مع جمعيه الأورمان، وبالتالي يعني تقديم مبادرات وبيستفيد منها الاسر الاكثر احتياجا في عده قرى في مركز كفر صقر، في هذه الحالة في محافظة الشرقية. أسألك عن هذه التشاركات مع عدد من الجمعيات التي تقدم خدمات مجتمعية. احنا طبعا في جمعية الأورمان بنعمل تحت مظلة وزارة النظام الاجتماعي. التحالف الوطني للعمل الأهلي بيكثف جهوده من خلال أعضائه المنتشرين على مستوى الجمهورية. احنا طبعا من خلال أنشطة الجمعية بنقدم كل الأنشطة وكل المساعدات مجانا 100%. كنا في قافلة مشتركة لجميع أعضاء التحالف في محافظة سوهاج الأسبوع اللي فات ده، قدمنا فيها كل حاجة سواء كانت قوافل طبية أو مساعدات غذائية أو دعم نفسي أو مشروعات تمكين اقتصادي. عندنا على الأرض تقريبا أكثر من 220 ألف مشروع تنموي صغير يسلم للمستفيدين مجانا 100%، بيتم متابعته، بيوفر المشروع على الأقل فرصتين عمل. النهارده لما بنقول العام 22 عام المجتمع المدني اللي أطلقه سيادة الرئيس، بنقول التحالف موجود من خلال مؤسساته، موجود على الأرض، وإن شاء الله مكملين. عندنا كل أسبوع إن شاء الله قافلة كبيرة مجمعة في كل محافظة، هنجوب كل محافظات مصر إن شاء الله من خلال أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والتشاركية بين أعضائه. نعم، عظيم. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. مع احتدام الصراع في خرسون، رفض الكريملين التعليق حول تساؤلات تتعلق بقيم الرئيس فلاديمير بوتين بإصداره أمرا للقوات الروسية بالانسحاب من مدينة خرسون الواقعة جنوب أوكرانيا. أحال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف السؤال إلى وزارة الدفاع. يأتي ذلك في الوقت الذي يجلي فيه مسؤولون معنيون من روسيا في الوقت الحالي عشرات الآلاف من سكان الضفة الغربية من نهر دنيبرو الذي يقسم المنطقة، مؤكدين أن الموقف ما زال متوترا في مواجهة عمليات التقدم الأوكرانية. في المقابل، اتهمت أوكرانيا روسيا بأنها زرعت ألغاما في سد لتوليد الطاقة الكهرمائية بالقرب من خرسون. وأوضحت كييف أن الهدف من ذلك هو إحداث كارثة بالمنطقة التي بدأت إخلاؤها من سكانها في مواجهة تقدم قوات كييف. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أمام مجلس الاتحاد الأوروبي إن روسيا تمهد عمدا لكارثة واسعة في جنوب أوكرانيا بتلغيم السد ووحدات محطة كاخوكوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية التي تعد من أكبر المنشآت من هذا النوع في أوكرانيا، موضحا أنه إذا انفجر فستصبح أكثر من 80 بلدة بما فيها خرسون في منطقة فيضانات سريعة. من جانبها، اتهمت روسيا القوات الأوكرانية بقتل ما لا يقل عن 4 وإصابة 13 آخرين في هجوم صاروخي على مدنيين كانوا يغادرون مدينة خرسون. في الوقت ذاته، اعترف مسؤول أوكراني بوقوع الهجوم، ولكنه قال إنه حدث بعد فرض حظر تجول على المدنيين.
فصل جديد من فصول الأزمة الأوكرانية تشهده مدينة خرسون، حيث تعتبرها روسيا النقطة القادمة الهامة التي يجب السيطرة عليها، في حين تعتبرها أوكرانيا سبيلها الوحيد من أجل البقاء. وبدأت السلطات الموالية لروسيا الانسحاب من خرسون وإخلاءها من المدنيين تزامنا مع حشد كييف لعشرات الآلاف من قواتها والتقدم لاستعادة المدينة، وهو الأمر الذي يؤكد أن العملية العسكرية دخلت منحنى خطيرا للغاية. وتعتبر خرسون الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية من بين المناطق التي ضمتها موسكو، إذ تسيطر على كل من الطريق البري الوحيد المؤدي إلى شبه جزيرة القرم التي انضمت إلى روسيا في عام 2014، وكذلك مصب نهر دنيبرو الذي يبلغ طوله 2200 كيلومتر والذي يقسم أوكرانيا إلى شطرين. وتشير التقديرات إلى أن القوات الأوكرانية ستعمل على إبقاء القوات الروسية ثابتة دون السعي لمزيد من التقدم، ثم بعد ذلك ستبدأ في مهاجمتها، خاصة وأن تقدم القوات الأوكرانية أكثر يمثل انخراطها في القتال في ضاحية خرسون. وتعمل روسيا على بناء القوة القتالية والعددية للتشكيلات والوحدات العسكرية في خرسون، فضلا عن إنشاء احتياطيات إضافية وتجهيز الخطوط والمواقع الدفاعية على طول خط التماس بأكمله، خاصة وأن الضربات بأسلحة دقيقة على المنشآت العسكرية والبنية التحتية تؤثر على القدرة القتالية المستمرة للقوات الأوكرانية. شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على أهمية إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين واشنطن وموسكو في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الدفاع الأمريكي مع نظيره الروسي سيرجي شويغو، وفق ما أفاد به البنتاغون الذي لم يدلي بمزيد من التفاصيل عما دار خلال الاتصال. لكن وزارة الدفاع الروسية أوضحت في وقت سابق أن الوزيرين ناقشا قضايا متعلقة بالأمن الدولي، ومن بينها الوضع في أوكرانيا. أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن المجلس بحث زيادة قدرات أعضائه الدفاعية بالتعاون مع الناتو. أضاف خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة قادة الاتحاد الأوروبي أنه يتوجب العمل على تعزيز استقلالية دوله ودعم قيمها. وحول العلاقات مع الصين، صرح ميشيل بأنها سترتكز على مبدأ المعاملة بالمثل. لقد بحثنا عن السبل المختلفة لتقوية قدراتنا للدفاع عن المبادئ التي نؤمن بها، وهي حقوق الإنسان والحريات الأساسية. نحن ملتزمون بتقديم المزيد من المعاملة بالمثل فيما يخص العلاقات الاقتصادية مع الصين وأوروبا. هذا عمل يجب أن نعمل عليه جميعا على كافة الأصعدة. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن روسيا قررت استخدام الغاز كسلاح حرب. وفي كلمة له في ختام مؤتمر قادة الاتحاد الأوروبي، أضاف ماكرون أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتخفيض أسعار الغاز والطاقة، مشيرا إلى أنه يجب العمل على آلية تسمح لدول الاتحاد بالاستعداد للشتاء المقبل. نحاول قدر الإمكان تخفيض أسعار كل من الغاز وتوليد الكهرباء، وأن نبقى متحدين في فعل ذلك. ونعرف وأنا برأيي أعتقد أننا حققنا ذلك، ونعرف أن الأسواق بعد إعلاننا قد فهمت ما حاولنا فعله، وبالتالي أظهرنا ما هو التضامن الأوروبي. منذ بداية الحرب حاولنا بشكل مشترك إجراء عمل مهم، أولا من خلال تنويع مصادر التموين، وفي حين كان يشكل الغاز الروسي أكثر من 40% من التموين من حيث الطاقة، الآن وصل إلى 7%. بالتالي تمكننا من تمنية فصل الشتاء عبر التخلي عن هذه المصادر، كما تمكننا من الحصول على زيادة احتياطنا من الغاز، وذلك عبر شرائه قبل بداية فصل الشتاء، وذلك حصل من خلال تعبئة كل دول الأعضاء خلال الأشهر الماضية، وهو عامل مهم. بتعرف ركلاتي
منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا وارتفاع معدل التضخم عالميا، تعاني الدول الأوروبية من أزمة حقيقية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. وفي هذا الإطار اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي لوضع خارطة طريق للتعامل مع تلك الأزمة. ارتفاع غير مسبوق ضرب قطاع الطاقة في أوروبا منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، الأمر الذي دفع قادة الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع يسعون من خلاله إلى وضع خارطة طريق تهدف إلى وضع إجراءات في الأسابيع المقبلة لكبح ارتفاع أسعار الطاقة. وخلال الاجتماع اتفقت الدول 27 على تعزيز المشتريات المشتركة للغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال الاجتماع أوضحت أن الاتحاد الأوروبي أصبح لديه خطة جيدة للتعامل مع زيادة أسعار الطاقة تدعو إلى تسريع مفاوضات الدول الأوروبية مع الدول المنتجة الموثوقة مثل النرويج والولايات المتحدة من أجل الحصول على الغاز من تلك الدول. وتأكيدا على كلام فون دير لاين، أوضح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الوحدة والتضامن يسودان، وأكد أن هناك اتفاق على العمل على تدابير لاحتواء أسعار الطاقة للمنازل والشركات. ولكن في المقابل أوضح المستشار الألماني أولاف شولتز أنه إذا لم يتمكن وزراء الطاقة من الاتفاق على نسخة نهائية فستكون هناك حاجة إلى قمة جديدة لرؤساء الدول الأوروبية لوضع خارطة تنهي الأزمة الحالية التي تعيشها دول الاتحاد. وافق البرلمان الألماني على حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو التي تهدف إلى حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة. كان البرلمان الألماني قد صوت في وقت سابق على تعليق ما يسمى بمكابح الديون في البلاد. ارتفعت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بنحو 1.2 نقطة في أكتوبر الجاري عن الشهر السابق. قالت المفوضية الأوروبية إن القراءة الأولية لمؤشر معنويات المستهلكين صعدت إلى 27.6 هذا الشهر من قراءة معدلة بلغت 28.8 في سبتمبر. وكان خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع أجرته رويترز قد توقعوا أن يهبط المؤشر إلى 30.0. وفي الاتحاد الأوروبي ككل ارتفعت معنويات المستهلكين 0.6 نقطة إلى 29.0. أكدت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين بالولايات المتحدة الأمريكية أن مبيعات المنازل انخفضت بنسبة 1.5% في سبتمبر الماضي. وأشارت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إلى أن قطاع الإسكان سيواصل تراجعه بسبب الارتفاع المستمر في معدلات الفائدة، وتجاوز معدل الرهن العقاري لأجل 30 عاما حاجز 6% واقترابه من مستوى 7%. تواجه الولايات المتحدة تراجعات في مبيعات المنازل والتي وصلت إلى أدنى مستوى في 10 سنوات خلال شهر سبتمبر الماضي مع ارتفاع تكاليف الرهن العقاري. ومع استمرار ارتفاع أسعار البيع جعل من الصعب على كثير من المشترين المحتملين تحمل تكلفة شراء منزل جديد. الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين بالولايات المتحدة أكدت أن مبيعات المنازل سجلت 4.71 مليون وحدة في شهر سبتمبر الماضي بانخفاض قدره يصل إلى 1.5% في سبتمبر الماضي. وأشارت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إلى أن قطاع الإسكان يواصل تراجعه بسبب الارتفاع المستمر في معدلات الفائدة وتجاوز معدل الرهن العقاري لأجل 30 عاما حاجز 6% واقترابه من مستوى 7%. وتعتبر مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر هي الأقل منذ سبتمبر 2012، كما أن التراجع في سبتمبر هو الثامن على التوالي. وبلغ متوسط أسعار المنازل القائمة المتاحة للبيع 384.8 ألف دولار في سبتمبر، بزيادة قدرها 8.4% عن نفس الفترة من العام الماضي. وعلى أساس سنوي انخفضت مبيعات المنازل في أمريكا بنسبة 23.8% الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر في 2021. هذا وقد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي من ما يقرب الصفر في مارس إلى النطاق الحالي من 3 إلى 3.25% في محاولة
محاولة لكبح جماح أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما، ونتيجة لذلك تعرض سوق الإسكان الحساس لتغيرات أسعار الفائدة لضربة أكبر بكثير من معظم قطاعات الاقتصاد الأخرى. في المقابل أظهرت قطاعات أخرى من الاقتصاد مثل سوق العمل نشاطا أكبر على الرغم من محاولات مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض الطلب. نشرتنا متواصلة نتابع فيها. بدء حملة لاختيار خلف لليز تراس ووزيرة شؤون مجلس الأمم البريطاني أولى المرشحات. أعلنت كوريا الجنوبية عزمها ضخ 30 تريليون و500 مليار وان في إنشاء نظام الردع ثلاثي المحاور لمدة 5 سنوات اعتبارا من العام القادم. أوضحت سول أنها تسعى لنظام الرد الثلاثي لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، مشيرا إلى أن النظام يتكون من منصة الضربة الاستباقية سلسلة القتل والعقاب والانتقام الكوري الهائل، وهو برنامج يستهدف قيادة العدو في حالة طوارئ ونظام الدفاع الجوي والصاروخي الكوري. من جهة أخرى، اتفقت اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على الحفاظ على التنسيق والتعاون الجماعي متعدد الأطراف بشأن التعامل مع التهديدات الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية. وأكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة خلال اجتماعه مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حليفتي شرق آسيا. يعد الاجتماع الثلاثي أول تجمع لأعلى رتبة عسكرية من الدول الثلاث عقب اجتماعهم في مارس الماضي. وكانت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية قد عززت التعاون الدفاعي وأجرت أول مناورة مشتركة ضد الغواصات منذ 5 سنوات في أواخر سبتمبر الماضي. أعلنت وزيرة العلاقات مع البرلمان بيني موردانت ترشحها لتولي رئاسة وزراء بريطانيا بعد استقالة ليز تراس. بيني موردانت التي تولت سابقا حقيبتي الدفاع والتجارة الدولية أوضحت أنها تعتزم الترشح والفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة لتكون زعيمة حزب المحافظين ورئيسة الوزراء من أجل توحيد البلاد. أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الحكومة الإثيوبية أعلنت أنها تشارك في محادثات سلام دعا إليها الاتحاد الإفريقي في 24 من أكتوبر الجاري بجنوب إفريقيا، وذلك لمحاولة إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة عامين في تيغراي. يأتي ذلك مع تصاعد الدعوات الدولية لوقف العنف المتصاعد في تيغراي منذ محاولة سابقة للاتحاد الإفريقي هذا الشهر لتشجيع الطرفين المتصارعين على الجلوس لطاولة مفاوضات واحدة. أزمة حقيقية تعيشها القارة الأفريقية نتيجة تغير المناخ، وهو الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على مليار طفل أفريقي. يأتي ذلك وفقا لأول مؤشر يركز على تعرض الأطفال لمخاطر المناخ، حيث أوضح أن الأطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ونيجيريا من بين أكثر الأطفال عرضة لمخاطر تغير المناخ. ثمن باهظ تدفعه القارة السمراء لسداد فاتورة تغير المناخ الذي لم تسهم في التسبب فيه، والذي صار خطرا محدقا بالدول الأفريقية، وهو الخطر الذي يهدد أكثر من 40 مليون شخص من سكان المنطقة ويؤدي إلى نفوق مئات الآلاف من الماشيات والحيوانات البرية. فما بين خلل بيئي بسبب تزايد نسبة الكربون في الهواء إلى التعامل غير المدروس مع التغير المناخي إلى جانب القطع الجائر للغابات والرعي الجائر لنباتات المراعي، يلوح خطر المجاعة كأحد أكثر المخاوف المرتبطة بموجة الجفاف في المنطقة. ووفقا لتقارير لجنة الإنقاذ الدولية المتخصصة في رصد ودرء الكوارث الطبيعية، فإن 3 من دول القرن الإفريقي وهي إثيوبيا وكينيا والصومال تعتبر موطنا لنحو 70% من الأشخاص الأكثر معاناة من انعدام الأمن الغذائي في العالم.
كما أن تزامن موجة الجفاف الحالية مع اضطراب إمدادات الحبوب والوقود بسبب حرب أوكرانيا زاد من مخاطر الجوع في الصومال التي تستورد نحو 75% من احتياجاتها من الحبوب من أوكرانيا وما قبلها من جائحة كورونا التي أعجزت أعتى اقتصادات العالم. ومن المتوقع حدوث ارتفاع كبير في عدد الأطفال المعرضين لسوء التغذية الحادة خصوصا في المناطق الشمالية من كينيا وبعض مناطق إثيوبيا والصومال التي يقدر أن يعاني 54% من أطفالها من تلك المشكلة بحلول العام المقبل، وهو ما يتطلب تدخلا سريعا من جهة الهيئات الدولية والحكومات التي كانت سببا رئيسيا في تغير المناخ لتحمل مسؤوليتها نحو إفريقيا، فإذا لم تنتبه لمسؤوليتها المباشرة فلعل ما يقنعها أننا نبقى جميعا على ظهر سفينة واحدة لن ينجو أحد منها بنفسه. والآن مشاهدينا وقفة مع أهم أخبار المال والأعمال. أرحب بزميلي مصطفى ميزار، معه أخبار الاقتصاد والتفاصيل بالتأكيد. تفضل ميزار. سخير، شكرا جزيلا نهى توفيق، شكرا فاطمة خليل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. تستضيف مصر فعاليات الاجتماع الوزاري 24 لمنتدى الدول المصدرة للغاز وذلك في القاهرة خلال الفترة من 23 وحتى 25 من أكتوبر الجاري برئاسة وزير البترول طارق الملا. هذا وقد أوضح الوزير أن انعقاد الاجتماع في هذا العام في مصر يأتي في ظل رئاستها للمجلس الوزاري للمنتدى لعام 22. كما أكد الوزير طارق الملا حرص مصر من خلال الاجتماع هذا العام على إقامة حوار عالمي بناء بين الدول الأعضاء يركز على الدور المستقبلي الهام للغاز الطبيعي في مرحلة التحول للطاقة باعتباره أنظف أنواع الوقود الأحفوري ومصدرا موفرا للطاقة وبتكلفة ملائمة. في أسواق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1627 دولار و20 سنتا للأوقية الواحدة. أما محليا فسجل ذهب عيار 18 ما قيمته 948 جنيه. بالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 1108 جنيهات، وبالنسبة لعيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 1268 جنيه، وبناء عليه وصل سعر الجنيه الذهب إلى 8864 جنيه. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي، وبددت مخاوف المستثمرين من تأثير الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على استهلاك الطاقة الآمال المرتبطة بزيادة الطلب الصيني وخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها الإنتاج. وانخفض خام برنت بنسبة 1.3% إلى 91 دولار و22 سنتا للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب0.9% إلى 83 دولار و77 سنتا للبرميل. كما انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.5% لتصل إلى 3.46 دولارات للتر، وذلك في المقابل فقد تراجعت أسعار الغاز الطبيعي هي الأخرى بنسبة 7.22% لتسجل 4.96 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. اختتمت الأسهم في أبوظبي تداولات على تراجع مقتفي أثر الأسواق العالمية وسط مخاوف من أن تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم إلى دخول الاقتصادات الكبرى في ركود. وهبط المؤشر الرئيسي في أبوظبي بنسبة 0.2%. أما في دبي فقد اختتم المؤشر الرئيسي التداولات على استقرار بعد جلسة متقلبة. في
في وول ستريت تراجعت المؤشرات الرئيسية الأمريكية خلال التعاملات بسبب عمليات بيع لأسهم شركات وسائل التواصل الاجتماعي بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 14%، وتراجع المؤشر ستاندرد أند بورز ب 24%، كما انخفض المؤشر ناسداك المجمع ب 37%. تراجع الجنيه الاسترليني مع استيعاب المستثمرين لنبأ استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بعد 6 أسابيع فقط من توليها المسؤولية ومنصبها، بينما سجل الين الياباني أدنى مستوى له الآخر في 32 عاما، وانخفض الاسترليني بنسبة 21% إلى 1.12 دولار، وهبط اليورو ب 0.15% إلى 97 دولار بعد أن اقتفى أثر الاسترليني في الوقت ذاته. سجل الين الياباني في أحدث تداول له 150.20 مقابل الدولار بعد بلوغ أدنى مستوى في 32 عاما، وتراجع الين هو الآخر بنحو 1% في هذا الأسبوع، كما يتجه صوب تكبد خسارة للأسبوع العاشر على التوالي. وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة، نعود من جديد لاستكمال ما تبقى في أخبارنا السياسية مع نهى توفيق وفاطمة خليل. شكرا جزيلا لك مصطفى ميزار. وصلنا معكم مشاهدين إلى نهاية نشرتنا، إلى عناوينها: استعدادات على قدم وساق للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والحكومة تؤكد أنه خارطة طريق جديدة حول مستقبل الاقتصاد المصري. قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون الأزمة الأوكرانية ويتفقون على تعزيز قدراتهم الدفاعية. عكس جميع التوقعات السابقة، ثقة المستهلكين في منطقة اليورو ترتفع في أكتوبر. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري، نشكركم على طيب المتابعة. في أمان الله.